نكمل عمليات التجاوز، الجواب واحد، نتخلى على التجاوز، الجواب زوج. سؤال جوج، على بعد 1000 متر، الإشارات الطرقية كتعلمني على أني عندي الحق في التجاوز. نعم، الجواب واحد، لا، الجواب زوج. سؤال ثلاثة، غادي ندور على اليسار، عند ملتقى الطرق اللي جاي غنعطي حق الأسبقية اللي جايين من اليمن. نعم، الجواب واحد، لا، الجواب زوج. سؤال أربعة، في هذا الطريق الجبلية نقص من السرعة. نعم، الجواب واحد، لا، الجواب زوج. من الواجب عليا نوقف أنا الأول. نعم، الجواب ثلاثة، لا، الجواب أربعة. سؤال خمسة، في هذا المكان يمكن لي نوقف لبعض الوقت، وأنا مخلي الأضواء مشعولة. نعم، الجواب واحد، لا، الجواب زوج. ونطفي الأضواء. نعم، الجواب ثلاثة، لا، الجواب أربعة. سؤال ستة، كنمشي بسرعة 70 كيلومتر في الساعة، يمكن لي نخلي مسافة أمان ما كتقلش على 40 متر. نعم، الجواب واحد، لا، الجواب زوج. 70 متر، نعم، الجواب ثلاثة، لا، الجواب أربعة. سؤال سبعة، قطعت مسافة كبيرة وما بقى لي إلا 50 كيلومتر باش نوصل، كنحس بالتعب ومن الأفضل نسرع باش نوصل في أقرب وقت. الجواب واحد، نكمل السير وأنا رد البال. الجواب زوج، نوقف باش نرتاح. الجواب ثلاثة. سؤال 8، الإشارات كتشير الوجود، منفذ ديال الإغاثة. الجواب واحد، مركز ديال الإغاثة. الجواب زوج، طفاية ديال العافية. الجواب ثلاثة، مكان التوقف. الجواب أربعة. سؤال 9، يمكن لي التجاوز. نعم، الجواب واحد، لا، الجواب زوج. سؤال عشرة، غادي ندور على اليسار، غادي نعطي حق الأسبقية اللي جايين من اليسار. الجواب واحد، اللي جايين من اليمن. الجواب زوج، اللي جايين من القدام. الجواب ثلاثة، ما غاديش نعطي حق الأسبقية. الجواب أربعة. سؤال 11، يمكن لي نتجاوز الحافلة. نعم، الجواب واحد، لا، الجواب زوج. سؤال 12، في هذه الحالة أنا في الوضع المناسب باش نكمل السير القدام. نعم، الجواب واحد، لا، الجواب زوج. ندور على اليسار. نعم، الجواب ثلاثة، لا، الجواب أربعة. سؤال 13، في هذه الهبطة نقوم بالحصر. نعم، الجواب واحد، لا، الجواب زوج. يمكن مرر المستوى الصفر من مستويات السرعة. نعم، الجواب ثلاثة، لا، الجواب أربعة.
سؤال 14 يمكن لي نتجاوز العربة الأولى نعم الجواب واحد لا الجواب زوج سؤال 15 كنمشي بنفس سرعة الشاحنة نكمل السير القدام ثم ندمج في حركة السير الجواب واحد نقص من السرعة ونعطي حق الأسبقية الجواب زوج سؤال 16 يمكن لي التجاوز نعم الجواب واحد لا الجواب زوج سؤال 17 في هذا النفق اللي كيتواجد خارج التجمع السكني يمكن لي نمشي بأضواء الطريق الجواب واحد بأضواء التقابل الجواب زوج بأضواء الوضع وحدهم الجواب ثلاثة سؤال 18 تناول بعض الأدوية يمكن له تسبب في الزيادة في وقت رد الفعل نعم الجواب واحد لا الجواب زوج سؤال 19 يمكن لي نوقف في هذا المكان إلى بقيت داخل السيارة نعم الجواب واحد لا الجواب زوج سؤال 20 يمكن التعب ينقص من وقت رد الفعل نعم الجواب واحد لا الجواب زوج سؤال 21 يمكن لي نشعل أضواء الوضع وحدهم الجواب واحد أضواء التقابل الجواب زوج أضواء الطريق الجواب ثلاثة أضواء الضباب الأمامية الجواب أربعة سؤال 22 الإشارات الطرقية كتعلم على حركة السير في الاتجاهين بزوج الجواب واحد على أن التجاوز ممنوع الجواب زوج مسار مكرر الجواب ثلاثة سؤال 23 نعطي حق الأسبقية للسيارة البيضاء نعم الجواب واحد لا الجواب زوج سؤال 24 هاد الشاحنة كتمشي بسرعة 60 كيلومتر في الساعة يمكن لي نتجاوز نعم الجواب واحد لا الجواب زوج سؤال 25 في ملتقى الطرق اللي جاي من الواجب عليا نعطي حق الأسبقية اللي جايين من اللي من نعم الجواب واحد لا الجواب زوج سؤال 26 يمكن لي نشعل مؤشر تغيير الاتجاه ديال اليسر باش نقوم بتجاوز هاد الشاحنة نعم الجواب واحد لا الجواب زوج سؤال 27 باش نسهل عملية اندماج الشاحنة في حركة السير نحاز المسلك ديال الوسط نعم الجواب واحد لا الجواب زوج سؤال 28 كنسوق بسرعة 40 كيلومتر في الساعة يمكن لي نقرب من هذه السيارة نعم جواب واحد لا جواب زوج سؤال 29 يمكن لي السير بأضواء الوضع وحدهم الجواب واحد
بأضواء التقابل الجواب زوج، بأضواء الطريق الجواب ثلاثة، بأضواء الضباب الخلف الجواب أربعة. سؤال 30. التجاوز كيصبح مسموح به ابتداء من اللافتة الجواب واحد، على بعد 400 متر الجواب زوج، كيمتد على مسافة 400 متر الجواب ثلاثة. سؤال 31. يمكن لي نتعرض لعقوبة الحبس إلى قمت بالفرار بعد ما تسببت في حادثة مادية، نعم الجواب واحد، لا الجواب زوج، حادثة جسمانية، نعم الجواب ثلاثة، لا الجواب أربعة. سؤال 32. بعد هذه اللافتة يمكن للسير بسرعة 80 كيلومتر في الساعة، نعم الجواب واحد، لا الجواب زوج، بسرعة 90 كيلومتر في الساعة، نعم الجواب ثلاثة، لا الجواب أربعة. سؤال 33. العربات اللي في الخلف غتقوم بالتجاوز، نشد لمن الجواب واحد، نقص من السرعة الجواب زوج، نحافظ على نفس السرعة الجواب ثلاثة، نزيد في السرعة الجواب أربعة. سؤال 34. كي تواجد منفذ الإغاثة قرب المكان اللي متواجد فيه الجواب واحد، على بعد 150 متر الجواب زوج، كاين من جهة اليمين الجواب ثلاثة، من جهة اليسار الجواب أربعة. سؤال 35. ندوز قبل العربة البيضاء، نعم الجواب واحد، لا الجواب زوج، قبل العربة الزرقاء، نعم الجواب ثلاثة، لا الجواب أربعة. سؤال 36. السيارة كتمشي بسرعة 70 كيلومتر في الساعة، يمكن لي القيام بالتجاوز، نعم الجواب واحد، لا الجواب زوج. سؤال 37. يمكن لي التجاوز، نعم الجواب واحد، لا الجواب زوج. سؤال 38. الهبطة الخطيرة كتبدا على بعد 150 متر، نعم الجواب واحد، لا الجواب زوج، كتمتد على مسافة 400 متر، نعم الجواب ثلاثة، لا الجواب أربعة. سؤال 39. يمكن لي نتبع العربة اللي كتجاوز، نعم الجواب واحد، لا الجواب زوج. سؤال 40. يمكن لي نكمل السير بأضواء التقابل مشعولة، الجواب واحد، من الواجب نغير الأضواء الطريق، الجواب زوج.